عاد القانون الهجرة مجددا ليشكل عنوانا ساخنا في فرنسا مع بروز دعوات متعددة آخرها من قبل رئيس الوزراء السابق إدوار فيليب بضرورة مراجعة اتفاقية الهجرة مع الجزائر الموقعة سنة 1968 لما فيها حسب تعبيري من إشحاف بحق فرنسا. الدعوات بمعظمها الصادرة عن طائرات وأحزاب سياسية يمينية جعلت من الهجرة أحد العناوين في برامجها السياسية. الاتفاقية التي أشار إليها فيليب أبرمت سنة 1968 بين الجزائر وفرنسا منحت بموجبها باريس المهاجرين الجزائريين امتيازات مقارنة بمهاجرين من دول أخرى تشمل الدخول للأراضي الفرنسية والإقامة والعمل ولم الشمل. واعتبر السياسي الفرنسي ورئيس بلدية لوهافر أن هذه الاتفاقية تحدد بشكل كامل القانون المطبق على دخول وإقامة الرعايا الجزائريين بشروط أفضل بكثير من النظام المعمول به، وهي ميزة كبيرة لا يتمتع بها أي من مواطنين من دولة أخرى. معنا عبر الهاتف من الجزائر الأستاذ عبد الحكيم مغرارة الأكاديمي والإعلامي السابق. أستاذ عبد الحكيم أهلا بك. أهلا مرحبا، شكرا على الدعوة وأهلا بالمشاهدين. إذن السياسيين في فرنسا إدوار فيليب وغيرهم من السياسيين محسوبين على التيارات اليمينية يدعون إلى مراجعة قانون الهجرة المنظم للهجرة بين فرنسا والجزائر. ليست المرة الأولى التي يتم فيها الدعوة لمراجعة هذا القانون، وليس هي المرة الأولى التي يتم فيها استفزاز الجزائر بين قوسين في موضوع الهجرة. لماذا؟ هو حقيقة موضوع الهجرة تربطه يعني أو تحكمه اتفاقية 1968 بين الجزائر وفرنسا، والتي تنص على منح بعض الامتيازات للجالية الجزائرية هناك من حيث الاستفادة من بطاقات الإقامة ومن الأولوية في مناصب العمل. هو فرنسا تريد أن تطرح هذا المجال في سياق أوروبي يعرف اتفاقيات جديدة حول التعامل مع ملف الهجرة. هم يتحججون بالأزمة الأوكرانية وتبعاتها وعدم القدرة على استيعاب مهاجرين كثر، لكن في المضمون أو في الأمور الكامنة في هذه الاستفزازات هو رد فعل على تنويع الجزائر لشركائها والتخلص من التبعية الفرنسية والأوروبية بصفة عامة. فالجزائر مؤخرا أخذت محاور واشنطن وروسيا والصين وتركيا وإيطاليا، وبالتالي هذا أفقد الفرنسيين الكثير من الامتيازات في الأسواق الجزائرية وفي الاستثمارات الجزائرية وفي الاستفادة من امتيازات. هذا اليمين المتطرف الفرنسي الذي يرفض التعامل بندية مع الجزائر، فيه دوائر مظلمة في الإليزي في فرنسا تؤثر على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتفرض منطقها، وما العراقيل التي وضعتها عند الإعلان عن موعد كل زيارة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى فرنسا يثيرون مثل هذه الملفات والمشاكل حتى يردون على ماكرون والكثير من التيارات الفرنسية. فهذا اليمين المتطرف بأدرعه الإعلامية ولوبياته المالية والمتحالفة مع الكثير من القوى المعادية للجزائر تعمل على إثارة مثل هذه المشاكل في مثل هذه السياقات. الفرنسيون من هذه الفئة يعرفون بأن الجزائر لديها أكثر من 7 ملايين مغترب في فرنسا، وبالتالي هذه ورقة كبيرة لديهم يريدون استعمالها للضغط على الجزائر. هم تحدثوا منذ الرئاسيات الفرنسية قبل عام، تحدثوا عن الهجرة الانتقائية، عن اختيار ما تريده فرنسا في مجالها الاقتصادي والخدمات، ويفاوضون من جهة أخرى أو يساومون دول شمال إفريقيا على إعادة الكثير من المهاجرين غير الشرعيين. أستاذ عبد الحكيم، أفهم من كلامك بأن هذا تحذير لفرنسا أم هو عقاب لها؟ عفوا للجزائر، تحذير للجزائر أم عقاب لها؟ هو حقيقة هي رسائل غير مباشرة. هذه الدوائر اليمينية في فرنسا تستغل فترة ما قبل زيارة الرئيس عبد المجيد
تبون حتى يضغطون للعودة إلى إفريقيا، لأن الفرنسيين هذه الضوائر كذلك يحاولون معاقبة الجزائر ويحملونها مسؤولية رفضها في المستعمرات القديمة 14 في إفريقيا، فتراجع فرنسا في مالي والنيجر وكوت ديفوار وغينيا والكثير من المناطق التي كانت تسيطر عليها، هم يتهمون الجزائر ويحملونها المسؤولية بأنها خاضت حرب إعلامية وخرجت حرب توعوية للشعوب الإفريقية لطرد هذا المستعمر القديم. وبالتالي جوني فلودريان وزير الدفاع السابق ووزير الخارجية قال بأننا لن نخرج بالسهولة التي تتحدثون عنها في بلاطوهات الإعلام، وقال بأن فرنسا لديها وسائلها للرد على هذه الحملات ضدها. على كل هم بالمقابل كذلك يرفضون شراكات الجزائر مع الصين ومع روسيا لأنهم منافسين لفرنسا في القارة الإفريقية وفي مختلف الأزمات العالمية، وبالتالي كما صرحت أنت من قبل هذا نوع من محاولة معاقبة الجزائر أو استفزازها أو إثارة المغتربين على السلطات الجزائرية ودفعهم للضغط على السلطات الجزائرية لتليين العلاقات نوعا ما مع فرنسا. لكن الأمور تغيرت كثيرا والمعطيات تغيرت كثيرا والأزمة الأوكرانية خلقت الكثير من الملفات. هذا ممكن هذا ممكن سيكون برسم الزيارة للرئيس عبد المجيد تبون لباريس وما سيرشح عنها من على الأقل مسارات سياسية تتضح في العلاقة بين باريس والجزائر على خلفية كل ما أشرت إليه أستاذ عبد الحكيم بغرارة. شكرا لك أستاذ عبد الحكيم بغرارة الأكاديمي والإعلامي السابق، كنت معنا من الجزائر، شكرا لك.